عليا نعمة يا كبير. أنت الشغل معاك لذة لذة، يعني رز وسمك وفصفور والبحر كمان، ده احنا في الجنة. بقول لك يا كبير، أنا من رأيي يعني إن احنا بعد ما نهبط على البنك ده ونشطفه ندور على بنك تاني على طول كده، حموتها في حموتها كده على طول دوره ده. أنت تفتكر بعد ما هتسرق البنك ده هتحتاج بنك تاني تسرقه؟ مش أحسن من نقعد عطية بس، ده الإيد البطالة نكسب. أهو الطمع ده هو اللي هيودينا ورا الشمس. القناعة كنز لا يفنى، هو بنك واحد كفاية، ها؟ نسرقه وبارك الله فيما رزق. الله يا شيخ حسن، اللهم بارك فيك. تعرفوا إحنا رايحين نسرق البنك ده بالذات ليه؟ يا باشا اتكل على الله، ليه إيه؟ ده سؤال رزق وربنا بعته لنا وصحبة حلوة. وبيني وبينك الواحد كان محتاج يغير جو من زمان. انت ليه يا ابراهيم محسسني كده ان احنا طالعين رحله؟ واخد المساله ببساطه ورايق قوي. احنا داخلين على عمليه خطيره، عمليه شبه انتحاريه. اي خطا قد كده ممكن يودينا في داهيه. فاهم يا ابراهيم؟ فاهم يا باشا. يكفينا ثوابا يا باشا ان سنغزو اعدائنا في عقد دارهم حتى لو متنا. متنا؟ متنا ايه؟ متنا ايه؟ حرام عليك يا شيخ حسن، فالله على فعلك. وانت عبد الجليل؟ بص يا كبير، انا بدل ما اهبق على الحته عندنا واقعد ابطق على العيال، احنا نهبق على الناس المفتريه دي. هم اولى. وانت تهامي؟ انا جعان يا باشا، وانا لما بجوع ما بعرفش افكر. انما سيادتك ما قلتلناش يا باشا، اشمعنى البنك ده بالذات اللي هنسرقه؟ اليهود احتلوا فلسطين بعد ما عملوا مجازر وطردوا اهلها الشرعيين. خد بالك، قال ايه بقى حجتهم في دي؟ انهم كانوا في الحته دي من 3000 سنه، قعدوا لهم شويه وهم هناك. خد بالك، بعد الحرب العالميه الثانيه اسرائيل طلبت المانيا بمليارات تعويض على اللي عمله هتلر في اليهود، ومحدش يتكلم. الالمان دفعوا لهم ولسه بيدفعوا لهم لغايه دلوقتي، واليهود يقول لك ايه؟ ده حقنا. بعد كده تدوروا على سويسرا، ايه بقى؟ قال لك احنا جدودنا كانوا حاطين فلوس في بنوك سويسرا ايام الحرب، احنا عايزين الفلوس دي. خدوا من سويسرا مليارات وقالوا ده حقنا، ومحدش يتكلم. احنا كمان من حقنا ناخد حقنا. يا نجيبيه، الحق لا يموت ابدا. الله يفتح عليك يا شيخ حسن. يا امين يا امين يا امين. ايوه بس احنا لينا حق عندهم يا باشا. اه امال ايه؟ بني اسرائيل لما خرجوا من مصر خدوا معاهم ذهب وفضه ونحاس بما يساوي مليارات دلوقتي. يا ولاد الحراميه، اتاري سعر الحديد ولع في مصر. بنك اليوم مين اللي احنا حنصته عليه فيه ما لا يقل عن نص مليار دولار. فضل ونعمه نجبيه، بارك الله في القليل. الفلوس دي جزء من المعونة الأمريكية العسكرية اللي إسرائيل بتدفع منها مرتبات الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي اللي دمر غزة ودمر الجنوب وقتل المدنيين. الفلوس دي هناخدها من هناك ونجيبها هنا في مصر، وكل واحد هياخد نصيبه، وزي ما روحنا زي ما جينا. يا أمين يا أمين يا أمين يا امين. بقول لك ايه يا ابني؟ ما تشوفوا لي امين ده راح فين؟ الست صوتها بتنبح من الصبح. سيبك منها يا باشا، الست دي دماغها مش مظبوطه. بس يا باشا، مش كان كفايه اربعه عشان يقوموا بالعمليه دي؟ على الاقل كده كان كل واحد خد له 125 مقفولين. عليا النعمه يا باشا، الواد ده طماع وزباله، ولو جه معانا العمليه دي هتفشل. ما بلاش انت تتكلم عن الفشل يا ابو نطه. انا بقول طالما احنا مش متفقين مع بعض كده، روحوا انتوا وانا اروح. اخرس ياض انت، هو محدش له قرار في الموضوع ده غيري. فاهمين؟ تسهيل يا باشا. يا دي النور يا دي النور، اتاري بورسعيد منوره يا جدعان. ازيك يا ناجي بيه؟ ازيك يا ناس فرج؟ اقعد. منورين يا شباب. حماد، المشاريب دي عندي ما تحسبش تبهوات على حاجه. احنا مش جايين نغرمك يا ريس فرج. ده من بعد خيرك يا ناجي بيه. عملتني ايه في الفيلا اللي قلت لك عليها؟ الأولاد بقى لهم يومين ما ناموش، نفسهم يناموا. أنا بس عايز أعرف أنت ليه مصمم على بور فؤاد؟ ما بورسعيد مليانة فيلل وشقق وعلى البحر وآخر ألاجة. يا سيدي، هو أنت اللي هتسكن ولا أنا؟ أنا عايزها بور فؤاد.
خلاص ما تزعلش يا ناجي بيه، أنا عامل عليك سعرها حرق شوية. أنا كلمتك في السعر؟ أنا ناقشتك في السعر خالص. خلاص 10 دقايق على ما نشربوا الشاي، الواد يجيب المفاتيح ويجي. 10 دقايق، العيال هيناموا على روحهم. خلاص يجوا يريحوا عندي في البيت. يريحوا عندك في البيت؟ بقى كل دول هيريحوا عندك في البيت؟ يا أمين! يا أمين! يا فارق! هو أمين لسه ما جاش؟ لسه لسه يا أم أمين، خش نام أنت ولما يجي أنا هندي عليك. أديني قاعدة مستنياه لحسن يجي يلاقيني نايمة، ما يرضاش يصحيني. يا ست خش نام أنت، قلتلك أول ما يجي أنا هندي عليك. أنا مش جايلي نوم، الواد وحشني. مسكينة الست دي يا ناجي بيه. الأهواجي بيقول إن مخها ضارب. قطع لسانه، هو في بورسعيد كلها زي أم أمين؟ دي عقلها يوزن بلد، دي ست كمل وتوزن 10 رجاله. طب وامين سايبها كده ليه؟ امين مش جاي تاني يا باشا. ليه؟ امين مات من 5 سنين. امال هي بتندي على مين؟ بتندي على امين. انت مش قلت امين مات؟ امين كان شغال في البوليس على الحدود، وفي يوم جاله عيار من الاسرائيليين خلص عليه. اه انا فاكر حاجه زي كده، حتى الاسرائيليين قالوا ان عيار طايش واعتذروا، واحنا قبلنا الاعتذار. أم أمين ما قبلتوش ولا صدقت إن أمين مات، لا حضرت الجنازة ولا الدفنة ولا حتى عيطت عليه، وفضلت مستنية في البلكونة كده قاعدة على الأمل ده. أمال هي بتصرف منين؟ المحافظة عملت لها قرشين وبتاخد المعاش بتاع أمين، بس ما بتصرفش منه، بتحوشهوله في البوسطة، عايزة تجوزه بيه. خير يا حاجة. مين حضرتك؟ أنا ناجي عطلة، القائد بتاع أمين. اتفضل.